عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. ومنورني ومشرفني واحد من يقول إيه رفقاء رحلة، يعني رفقاء كفاح، بقالنا سنين مع بعض، طلعنا مع بعض من راديوهات أونلاين بقى ومن زمالك ومن حاجات كتيرة جدا جدا، بقالنا سنين يعني رفقاء رحلة. فمنورني ومشرفني وأنا سعيدة جدا بتواجده معايا النهاردة، طبعا المحلل الرياضي المتألق دائما وأبدا أحمد عطا. منور الدنيا يا أحمد. مساء الفل يعني، يا ربنا يخليك وميرسي على الكلام الجميل. زمن انت عارفه يعني شعور متبادل، يعني انت اختي يعني بقالنا زمن انت طبعا. وعلاء طبعا يعني ده اكيد اكيد طبعا، وكل زملائنا في الرحله العظيمه والجميله دي طبعا، اللي اكيد بنجتمع فيها على حب الزمالك، بنختلف ونتفق في وجهات النظر، ولكن في الاخر احنا في حاجه بتجمعنا اللي هو مصلحه الزمالك العليا، حب الزمالك، وده اللي بيفرق في الاخر. فاحنا كان عندنا رحله طويله واخرها كان هنا في قناه الزمالك. طبعا ده كنت بتشرف طبعا بزملائي في قناه الزمالك، وعايز اقول دايما واحنا بنقول مصلحه الزمالك العليا، اي حد بيحب مصلحه النادي العليا وكده، لكن انا دايما مؤمن بحاجه ممكن الناس ما تتفقش عليها حتى من جماهير الزمالك، انا مؤمن مصلحه الزمالك العليا في الحق دايما. ما عنديش اي رغبه كانسان مشجع الزمالك ان انا اخد حق اكتر من حقي طبعا. فمثلا هفترض مثلا الزمالك جامد، الزمالك جامد وقادر ياخد حق اكتر من حقه، انا مش مبسوط، مش هكون مبسوط كده. انا شخصيا مش بتكلم على باسم حد، عايز حقي، انا عايز يكون حقي موجود. والحقيقه ان اصلا فكره التفاخر بان انا ابقى جامد او ابقى ضعيف او مثل هذه الامور حاجه بتصير اشمئزاز عندي شويه. فكره ان انا اخد حق غير حقي واتفاخر بان انا جامد، ده بالنسبه لي مش حاجه اكون سعيد بيها، لانه انا وكمان عايز اوصل لايه كمان، انه حتى المفترض انه كله ما يكونش فخور بكده، لان المفترض انه في هيئه حاكمه في اي حاجه في الرياضه هي اللي بتاخد حق الناس، مش انا او نادي تاني او جهه اخرى هي اللي بتاخد حقها بنفسها. المفترض في جهه حاكمه سواء اتحاد كوره مثلا في الكوره او اتحاد يد او ايا كان، يعني الجهه اللي بتنظم بطوله او مسابقه او مثل هذه الامور هي اللي المفروض تاخد حق، هي اللي المفروض توزع الحقوق بشكل متساوي، مش نقعد احنا نحاول نجاهد ونعافر بره الملعب ازاي كل واحد ياخد حقه وازاي انا قهرتك بره الملعب والكلام ده. ده مش جو رياضه، وده مش جو انا لا بحلم بيه عشان اتفرج على كوره او اتفرج على يد او اتفرج على باسكت او العاب صارت او ايا كانت اي اللعبه. ده المفترض جو المفترض كله يبقى مش مبسوط منه ويكرهه، لكن الحقيقه انه ده مش مظبوط. في ناس كتيره قوي سعيده للموقف ده، خاصه لما يصب في صالحه، خاصه لما يكون ميزان القوه تصب في صالحه، خاصه لما بيستخدم ادوات اخرى. حد يقول لك اصل ده الواقع، الحياه واقعها كده، انه فيها مين جامد ومين مش جامد ومين بيحاول ياخد حقه ويعرف ياخد حقه بس هل انت من جواك نبذت الموضوع ده؟ هل انت من جواك مش مبسوط بوضع ان انت حتى لو انت يعني بتحاول تاخد حقك بس مضطر تاخد حقك بالشكل ده؟ لا، دي حاجه بايخه جدا، وحاجه تخرجنا من سياق الرياضه اصلا، وتفسد المناعه معنى المنافسه اللي هو المفترض يتحسم جوه الملعب. صح، خاصه ان انت احيانا كنت بتشهد وبتقول ان البطولات لا تحسم جوه الملعب، تحسم بره الملعب، وان الدوري ده يتحسم بره جوه بره الملعب ومثل هذه الامور. فالتناقض هنا واضح، ان انا في لحظه ما وده ترند عام مثلا في اخر 10 سنين مثلا ولا حاجه، انه احنا بعد ما كنا دايما يعني مش احنا يعني نتفاخر ان احنا مثلا قادرين انه غيرنا عنده نظريه مؤامره مثلا او مثل هذه الامور، لو فكرنا كده انه في اخر 20 سنه الزمالك في الكوره مثلا، معلش انا بخرج للكوره كل شويه، لا خالص، اخر 20 سنه الزمالك خد 3 دوري للصدفه البحته، ويا للمفاجاه انه دول 3 دوريات بس اللي يظن اي طرف غير مشجع نادي الزمالك، غير مش مشجع نادي الزمالك، ان هم الثلاث دوريات اللي تدخل التحكيم لحسمهم، وفي الاخر يتم نعت انا بنظريه المؤامره. طب ما تدخلش ليه في بقيه ال 17 دوري؟ بالظبط، ما هو لو هي يعني لو التحكيم اتدخل عشان يحسم للزمالك 3 دوري، طب ما كان يكمل جميل ويتدخل مثلا في 5 كمان. ده احنا بنظريه المؤامره، احنا ملوك نظريه المؤامره، يكملهم لنا 10 عشان نحس انه 10 و10. طب مثلا إيه على سبيل المثال، بس انا بقول يعني الزمالك احنا مش ملوك الصالات واحنا ملوك نظريه المؤامره كمان. هل احنا دايما يتم وصمنا بان احنا اصحاب نظريه المؤامره؟ عمرنا ما شاهدنا ان ال 17 دوري اللي خسرناهم دول كلهم بالتحكيم، في دوريات بنطلع نقول لا المنافس استحق، لا احنا قصرنا، لا احنا لكن دوري 2015، دوري 21، دوري 22 اكثر دوريات من غير من اللي بينعتوني او بيوصفوني انا بنظريه المؤامره هم اكثر ناس مؤمنه ان هي نظريه المؤامره. والحقيقه انه بيدخل اطراف كثيره بتوصل وبتتغلغل في عقل الناس ان توصل ان الزمالك هم اصحاب نظريه المؤامره، رغم ان هم مش طول الوقت بيشهدوا نظريه المؤامره. انا اتولدت او يعني كبرت شفت في سنه 96 ماتش الانسحاب بتاع ماتش الزمالك والاهلي، كنت صغير كان عندي 11 سنه،
الاعلام صور لي وقتها، انا كنت صغير فانا مش هعرف افكر بنفسي قوي، لكن الاعلام صور لي وقتها ده اول انسحاب في تاريخ الكره المصريه. الحقيقه انه لا، في انسحابات كتير قوي، وغير الزمالك وغير الزمالك في انسحابات حصلت من انديه كتير بما فيها الاهلي وكل الانديه، انديه كتير انسحبت. بس يعني طريقه تعامل الاعلام وطريقه تعامل الناس هي اللي بتصور كده، فبتحول مثلا ان الزمالك بينسحب بينما الاخر بياخد موقف. طريقه الانسحاب بتاع 96 اللي هو، وده برضه هيخليني هيجرنا حتى للازمه الحاليه، ممكن اكون وانا بحب في الزمالك، الزمالك اللي انا بحبه دلوقتي، الزمالك بادارته الحاليه والزمالك بقناته والزمالك كده، ان في اختلاف راي. انا عندي اختلافات شويه في مثلا التوقيت، اختيار التوقيت في رايي كان مفترض مقدر من كده كمان، بس كنت بركن الى ان ممكن في الناس بتتكلم في حاجه في الكواليس. لكن هرد تاني للنقطه اللي انا بتكلم فيها، صياغه الوضع سنه 88 اظن الناس كلها دلوقتي عرفت كلها لوقت الانسحاب بتاع النادي الاهلي من مباراه الترسانه، وكان قبلها ماتش المحله. انسحب الاهلي اعتراضا على قرار تحكيمي مباراه المحله، وبالمناسبه هو كان قرار صح، قرار تحكيمي صح، لكن انا افترض قرار غلط. كل الناس مش احنا اصحاب التسعينات، انا عشت التسعينات كلها والبدايه الالفيه، ان التحكيم ليكوا عليك. بقى دلوقتي التحكيم مش ليكوا عليك، التحكيم دلوقتي ضدك. يعني الصياغه دلوقتي التحكيم ضدي مش على الزمالك، انا بقى على اطراف اخرى يعني. التحكيم دلوقتي ضدي وانا كل حاجه ضدي، والزمالك هو النادي المدعوم من كافه الجهات. ودي ما كانتش اللهجه اللي بتتقال غالبا في التسعينات بالمناسبه، يعني الواحد عاش التسعينات ما كانتش بالطريقه دي، كان يا اخي يعني مبطل بقى نظريه المؤامره بتاعتك دي، عشان هو عارف انها هترجع له تاني. الكلام بالشكل اللي كان هو هيرجع لي تاني الموضوع. ففي 88 حصل حاجه مختلفه، برضو في نادي بينسحب هنا، حقه او مش حقه براحته. لكن ما فيش عواقب بتحصل، وهي دي مشكله، انه احنا عندنا قانون ساكسونيا. وانا كنت يعني دايما بيبقى عندي كده اعتنين الفضول، ايه قانون ساكسونيا ده؟ ساكسونيا دي اقليم في المانيا. ففي القرن ال 15 عملوا قانون انه اللي يعمل جريمه من الفقراء يتعاقب، اللي يعمل جريمه او كان بالجلد فكان بالجلد، اللي يعمل الجريمه من الاغنياء بيتعاقب ظله، يتجلد ظله بس. فهو قانون ساكسونيا، تفريق ما بين من اللي عنده قوه واللي ما عندوش قوه، فاهم قصدي؟ متخيله قصدي؟ فاحنا عايشين في قانون ساكسونيا. سنه 72 دي برضو يعني احنا اذا كان 88 بقى تاريخ شهير للانسحاب، سنه 72 ايه اللي حصل؟ 71 موسم 71 72 معنى اصح، يعني الاهلي بيلعب الزمالك، والزمالك كان الطرف الافضل حالا، وكان متصدر الدوري بفارق 4 نقاط او 5 نقاط مش متذكر بالظبط. الزمالك بيلعب الاهلي، مروان كارفين طالع يمسك الكوره ضرب لاعب من الزمالك في صدره، كان مهاجم من الزمالك كان ابراهيم الدسوقي، تمام؟ حسب الحكم ضربة جزاء، تمام؟ جت جماهير الاهلي قالت يعني لا ما ينفعش، واعترضت، ويعني بعض الجماهير نزلت الملعب، فضوا الامور ورجعوا الجماهير المدرب. سجل الزمالك الهدف وتقدم 2-1، والمناسبه الزمالك لو كان فاز كان هيبقى فارق حسب بقى النقاط 6 أو 7 نقاط بدوري، كان داخلين على نهايه الدور الاول كان هيبقى فارق 6 7 نقاط في دوري ايام زمان، كان الفوز بنقطتين، يعني الزمالك كان قرب جدا يفوز بالدوري. لما سجل اللاعب الزمالك الهدف جميل قال نزلت اعترض خلاص يعني كسرت الملعب باظ الماتش. ايه اللي حصل؟ خلاص الماتش انتهى. ايه القرار اللي ممكن انت واحد مؤمن ب يعني نزاهه الكوره ونزاهه التنافس واحساسك انه الزملكاويه مش بيشتكوا على هوا وهم، على وهم ان هم مش بيبنوا على حاجه، ان تتخيل القرار المنطقي في حاجه زي كده؟ المنطقي ان تحسب اللي جماهيره وسط ملعب خسران. لا، طب هقول اروح معاك لحاجه ابعد من كده، اكمل بقيه الدقائق حتى والزمالك فايز ارجع اكمل الماتش ده، يعني كده اللي هو انا اوبن مايند جدا. ما تقولش عادوا المباراه. ايه؟ ما تقولش عادوا المباراه. يا ريتهم عادوا المباراه. امال ايه؟ يا ريتهم عادوا المباراه حتى. بس هو طبعا اعاده المباراه ده ظلم كبير للزمالك. لغوا الدوري. لغوا الدوري. فتيجي نلغي الدوري دلوقتي بقى، لو هي بالشكل ده، لو احنا كل ما حد هيتكلم او يعترض ولا بتاع خلاص. بس خليني برضو اخدك يا احمد لحته مختلفه. انت اتكلمت عن الاعلام وطريقه تناوله لكل حاجه او لكل حدث، بس الحقيقه ان انا كنت متابعه للاعلام خلال الاسبوع اللي فات كله من بعد مباراه، الحقيقه يعني بعد مباراه المصري، تمام، والبيان الاول للزمالك وبعد كده البيان الثاني اللي قبل مباراه القمه، ان الحقيقه معظم الاعلام مش كله، وكلمه كله انا كده هبقى بتكلم يعني على الناس كلها، لكن لا، هناك بعض الاعلاميين ليهم ما لناش دعوه بيهم، ولكن الاغلبيه كانوا الحقيقه ان هم
عجبهم جدا البيان، ولو حتى مش هم مش بيدعموك على طول او مش بيدعموك ان هم معاك رسمي يعني، لكن بيقولوا ان الحقيقه هناك ظلم تحكيمي، هناك عوار في الجدول، هناك عوار في لعب المؤجلات، هناك مش عارفه ايه. فزي ما يكون الزمالك عمل حاله ده حقيقي فوق بيها كل الناس، وخلى الناس او خلى الناس تسلط الضوء مع الزمالك على انه في مشكله في التحكيم المصري، في مشكله في لجنه المسابقات، في مشكله في طريقه الجدول وترتيب الجدول وترتيب المؤجلات. فالحقيقه لا، انا برضو اقول الايجابيات من الموضوع، فكان هناك دعم من الاعلام، مش هقول دعم، هقول انه تسليط الضوء على فعلا السلبيات اللي الزمالك بيتكلم عنها، وما ينفعش نغفل ده. ما هو نادي الزمالك نادي كبير، ففي النهايه طبيعي الاعلام هيهتم بمواقفه، وهو في مكسب اكيد، في بعض المكاسب اكيد. عشان كده مثلا مختلف، مش مختلف في الموقف ان انا لازم اقف حاجه زي كده، بس انا مختلف توقيت شويه، لان الزمالك كان عنده حاجات في عك كبير حصل في اوقات كتيره، وكان الناس بتقعد تتكلم على اتحاد الكوره او رابطه الانديه وازاي ان يحصل حاجات زي مثلا على سبيل المثال، لغايه امتى انا هيكون ذنبي كزمالك او كنادي تاني مفترض الانديه اغلبها تكون مش مبسوطه، رغم انه في اطراف تسببت في القصه دي ممكن نحكيها برضو، لغايه امتى كان كزمالك مطالب ان انا اتحمل فكره الدور الاول هو اللي يحسم من دوري ابطال افريقيا، وده انا كنت شايف المفروض ناخد موقف اكتر من كده. واتقال ان هو اداره الزمالك راسلت الكاف، رغم ان انا كنت مؤمن من جوايا، واتمنى ممكن تصححي لي انت ادرى برضو بالكواليس، انه كان المفروض ناخد حاجات اكتر من مجرد مراسلات، كان المفروض حاجات كلام مع جهات افضل اقوى، ونحاول برضو عندنا ممثلين زي مهندس هاني بوريه ده يتدخل، لان فكره حسم الامور من الدور الاول ده فكره غير نزيهه تماما في اي دوري في الدنيا، وانا لا اقبل بيها بصراحه. يعني انا كزمالك برضو انا اشوف ان انا انت حتى بتجرد المنافسه من معناها، بتخلي في اماكن كتيره، انت دلوقتي ما بتحسمش منافسه اللقب، لكن دور المركز الثاني ضيعت منافسه فيه، مراكز الكونفدراليه ضيعت منافسه فيها، نقعد في انديه كده انت بتزود عدد الانديه اللي بتلعب الدوري بدون معنى. فدي حتى ممكن ارد على الجزئيه دي، والتاكيد على التسويق والرعايه والكلام ده معاك. ممكن ارد على الجزئيه دي، انت بتتكلم ان الزمالك ما اتكلمش في قصه انه ليه حسم حسم دوري الابطال والكونفدراليه، الناس اللي هتروح دوري الابطال والناس اللي هتروح الكونفدراليه من الدور الاول. انا بالنسبه لي شايفه ان ده ظالم جدا، لان في ناس ممكن تفنش الدور الاول في الاربع مراكز الاولى، ودول الاثنين يروحوا دوري الابطال واثنين يروحوا الكونفدراليه، والحقيقه انك ممكن تلاقي الناس دي بقت سابع وثامن في الدور الثاني. فده بالعكس. والعكس، وده مش عادل ابدا. ولكن يمكن الزمالك عشان ما تضررش من ده، الزمالك رايح الكونفدراليه كبطل الكونفدراليه او كحامل اللقب، ما هو النهارده الزمالك سلط الضوء على حاجات هي بتاذي ناس كتيره جدا، مش الزمالك بس. بيراميدز مثلا المفروض بتاذي جدا. المفروض بالظبط، المفروض ان الزمالك مش لوحده اللي هيطلع يتكلم في كل القضايا دي، الزمالك اتكلم في القضايا اللي هو متضرر منها، والمفروض انه فتح المجال لان ناس كتيره، وانت خدت بالك ان في انديه كتير بدات تعترض، فالزمالك قال اللي متضرر منه واللي هو مش متضرر منه لوحده، لاني بشوف ان الزمالك تبنى بعض القضايا اللي بتمس كل أندية الدوري المصري. موافق. أو مش كلها طبعا، معظمها. معظم أندية الدوري المصري. بالظبط. معظم أندية الدوري المصري. في مثل تاني. ففتح الباب للي عنده مشكلة أو قضية ما تطلع تكلم. مظبوط. إحنا لغاية دلوقتي بقالنا كام سنة بندفع ثمن دوري كورونا بعقود اللاعبين. في لعيبة كل سنة بتضطر أحيانا بعض الأندية تجدد لها سنة عشان خاطر اللعيب يكمل معاك الصيف. إحنا بنلعب ثلاث أرباع الدوري الصيف. طبعا عشان بتنهي الدوري. طبعا، فدي مشكله كبيره ومحدش بيحلها، وسبب فيها رئيسي هرجع بقى اتكلم بقى بصراحه، ان احنا عندنا يعني تفرقه دلوقتي برضه، زي ما بقول الصياغه بتخلي الناس تاخد مواقف معينه، وانا شايف الرابطه واتحاد الكوره نافخين صدرهم قوي دلوقتي وبيطبقوا اللوائح، وده المفروض لو هو ماشي مش ماشيين بقانون ساكسونيا على الكل، والله موافق متقبل. وبالمناسبه ساعتها الزمالك ما كانش هيضطر يضطر، يعني ما كانش يضطر الى ان هو اتخاذ مواقف شديده القوه، وفكره يكون يبقى كلام، يعني كلام عادي يبقى في مطالبات عاديه، لان في هو يثق في نزاهه الاخرين، لكن انت خليت وصلت الزمالك ان هو يكفر بنزاهه المسابقه، يكفر بعداله المسابقه، لا يؤمن بانه في طريقه اخرى لنيل الحقوق غير ان هو يضطر ياخد موقف متطرف وشديد وقوي. يعني لو انت
كنت ماشي بنفس السياقة دي كان يمشي الأمور. لكن إحنا مثلا دوري كورونا، ناس بتنسى إن دوري كورونا اللي هو تسبب لنا في كل المشاكل دي ما كانتش كورونا بس سببه. إحنا كان في مباراة ما بين الأهلي والزمالك تم تأجيلها بسبب إن الجهات الأمنية شافت كده، وأعتقد إن الجهات الأمنية كان في سبب أسباب من أسباب قبلها بكام شهر أجلت مباراة الأهلي وبيراميدز وتم التصفيق ليها وخرجنا من أزمة وخرجنا من احتقان وخرجنا من كل كده، وده جميل مفيش مشكلة. لو أنت شايف إن الأمن هو بيحدد ده جميل خلاص، بس أشوفك متسق مع نفسك. لما الأمن يحدد مباراة يغير وقت مباراة تانية خلاص ما تجيش تقول لي الأمن مثلا مغير. لا بس معلش أحمد، هو تغيير موعد مباراة أمنيا وكامل الاحترام لده ده مش هو اللي هيبوظ الدوري. احنا عندنا مشكلة ان الدوري الناس اللي بتشرف على وضع الجدول ووضع المؤجلات. طب خليني اخدك انت راجل اخر نقطة اتفضل. بس عشان انا اتكلم في ايه، ان بعدها بقل من كام شهر حصل القصة بتاعت مباراة الاهلي والزمالك دي بسبب احداث كتيرة كلنا عارفينها، وقرار الاهلي الانسحاب اللي هو ما بيتقالش انسحاب في وقتها، وكابتن محمود الخطيب ظهر وزير الشباب والرياضة المهندس اشرف صبحي في 2019 بالظبط في نهايات 2019 بيتم تعامل الموضوع بشكل من هذه الجديه. اجل الدوري 40 يوم وقال ساعتها تاجل الدوري عشان خاطر استعداد المنتخب الاولمبي عشان يخرجوا من الازمه. تمام احنا اجلنا دوري كورونا واجلناه 40 يوم، كلنا بندفع الثمن ده، يعني كلنا بندفع ثمن دوري كورونا بما فيهم ال 40 يوم دول. مين يتحمل مسؤوليه الكلام ده؟ هل الزمالك كان طرف في القصه دي؟ لو احنا بنقعد نتكلم على موضوع انا لست طرفا، هل الزمالك كان طرف في الموضوع ده؟ ساعتها خرج رئيس النادي وقتها وحاول يتخذ موقف بطولي هو ما كانش له علاقه بيه، قال انا اللي اجلت الماتش وكلام فارغ كده ساعتها. ومع ذلك الزمالك بيتضرر من حاجات ناس كتيره بتتكلم فيها، واول ما هو يتكلم لا يتم التعامل بجديه. دلوقتي يرجع هنطبق اللوائح هنتكلم، هل انت طبقت اللوائح وقت ما في انديه ثانيه انسحبت؟ لا ما طبقتش اللوائح. فانت بتخلي الناس تكفر بنزاهه البطوله وعداله البطوله وتوصلهم لمرحله من الانفجار ان هم يبقوا خلاص مش قادرين حتى ياخدوا موقف، يبقى عارف هو متاكد او هو واثق ايه السبيل اللي يوصلني لحاجه زي كده. يقول لك انت ما اشتكيتش ليه قبل كده؟ ما اشتكيت. هل انا لما اشتكيتش يوم حسن شحاته مثلا حاجه حصلت، يعني بقول حسن شحاته لما انا اشتكيت ايه اللي حصل؟ ما اشتكيتش ليه 94 يوم نادي لما تم وضع التصنيف؟ بتشوف ان المخرج اللي بتستخدمه الرابطه او بيستخدمه الاتحاد في انه طب انتوا ليه ما اعترضتوش من بدايه لعب مؤجلات الدور الثاني او من بدايه الجدول لما تم الارسال ليه في فبراير؟ او زي ما انت بتقول بقى انت خليت الناس تكفر بنزاهه الموضوع. لان انا ماتش زي ما انت بتتكلم على ماتش سموحه، في ماتش سيراميكا، في ماتش سيراميكا اللي عبد الله السعيد ما خدش فيه رجل المباراه، وهو الراجل جايب جون وعامل اسيست وجايب الجون في الدقيقه 88 ما جابش ولا جون ولا يعمل اسيست. نظره اللاعب عامله ازاي؟ مين اللجنه الفنيه بتتكلم؟ تغيير نتيجه المباراه انت اديتها لواحد فريق ومع كامل احترامي لبيكهام، ولكن انت اديت رجل المباراه للاعب هو جاب جون في وقت في منتهى الاريحيه في بدايه المباراه وما اديتهاش للراجل اللي عمل ريمونتادا مع فريقه وغير نتيجه المباراه وعمل اسيست وجاب جون في الدقيقه حاجه و80. واداؤه في المباراه كان خطير، مش مجرد اللي بيسجل وهو بالظبط. ولما كلم بس انا بصراحه عمري ما شفت فريق خسران بيدوا لا عادي لا بس صعبه نادرا ممكن يحصل نادراً. بس لعيب يكون متالق قوي نادرا، خاصه لو الفرقه اللي كسبت هي اللي راجعه من الخساره. فده صعب بصراحه. انا قصدك صعب. وقتها كان رد الحاج عامر، وانا عايزاك ترد عليا في الموضوع ده، كان رد استاذ عامر لو سمحت، يعني كلنا في ناس كتير حجمه الاستاذ عامر، هو كان الاحترام للاستاذ عامر ماشي، يعني لازم ما هو مش احنا بنقول الحاجات بتترسخ هي جاره العاده الحاج عامر. ايوه جاره العاده، ما هي دي من العادات لما اللي جارت. نعيد ونزيد في حاجه مثلا الزمالك بينسحب لكن غيره بياخد موقف مثلا. ما انا على فكره متعمده ان اقول الحاج عامر عشان دي العادات اللي جارت اللي الزمالك بيحاول يغيرها دلوقتي. خلينا نغيرها الاستاذ عامر. خلاص نبدا التغيير. الاستاذ عامر وقتها قال لك والله انه احنا اصل احنا بنحسم الموضوع ده في اخر خمس دقائق في المباراه. تمام. طب هو اصلا لما مراقب المباراه طلع وقال لك اصل احنا بنكلم الحاج عامر، ده على حد قوله بقى احنا متفقين الاستاذ عامر. بنكلم الحاج عامر وبنقول له ان احنا ده رجل المباراه، فبيقول لنا توكلوا على الله، فايه المشكله اما تكلموا تاني وتقول له ان احنا غيرناه بقى عبد الله السعيد فيقول لكم تاني توكلوا على الله؟ في ابديت يا فندم. الباقة خلصت ولا ايه؟ ما فهمتش وقتها. وبعدين انت مش نقعد نقول الوقت المضاف والجول بيجي في ثانيه، في حاجات بتحصل في الوقت المضاف. دم من الغير. ايه رايك في المواضيع دي؟ وايه رايك؟ عايزك تكلمني عن عبد الله السعيد، عايزك تكلمني عن حكام المباراه في المصري،
الغندور والبنا وما فعله الغندور والبنا وفي ماتشات قبليها وماتشات بعديها والعند ان احنا ننزلهم تاني. بس تكلمني عن الحالات دي. العند انا بتكلم على ان انت لما لو انت عندك بص هقول لك حاجه حصل كتير مثلا في بريمير ليج مثلا بريمير ليج اللي هو يعني اكبر مسابقه منظمه في العالم في شكاوى حصلت وحتى ليفربول كانت ساعتها مره اشتكى موضوع مثلا كان مره لعب في مباراه كاس عالم الانديه لا ده غير ده طبعا القصص دي وطلع اعتذر وبتاع الرابطه اعتذرت وقتها اه طبعا لا حتى كمان جدول له ماتش يلعب بعد 48 ساعه وساعتها ليفربول اضطر يريح لعيبه كتيره واشتكى وبتاع بس لما انا بشوف ان الوضع على الكل في شده مع الكل او مثلا انا دماغي ناشفه دماغي ناشفه مع الكل يا عم خلاص هتعامل معاك ان دماغي ناشفه يعني انا دلوقتي ما عنديش تاجيلات الكل على فكره الزمالك قبل بكده وكان في ماتشات اتضرر فيها واظن لعب قدام سموحه برضه في مره السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت اضطرينا نلعب سموحه ما بين ماتشين افريقيين وما اتكلمناش لان ساعتها المنافسين كان الاهلي وبيراميدز برضه كان بيتاجل له الماتشات كان بيلعبوها في النص وساعتها وفي مره برضه كنت حتى انا كنت انا مع صديقي محمد خليفه هنا قلنا موافقين تماما على القصه دي شريطه لما تكون مباراه الاهلي وبيراميدز تتلعب في ميعادها ميعادها كان مؤجل بالمناسبه اتاجل بس تتلعب في ميعادها ما يتاجلش تاني وكنت سعيد جدا انا ما اذكر ان المباراه ساعتها اتلعبت في ميعاد عشان كده كنا الناس موافقه متقبله ان كل يسر على الكل فالعند حتى لو انت عنيد لو انت عنيد مع الكل الناس هتتفاهم مسطرتك واحده فلو نرجع بقى لو نرجع على الكلام انت بتتكلمي فيه انا احنا تضررنا من حاجه اكبر بكتير من مباراه المصري مباراه المصري انا عشان للامانه عشان ده اللي بقى عايز اقوله للناس انا دايما بسعى للحق وعمري ما هكذب عشان خاطر الزمالك نفسه، الزمالك يعني حاجه من اعز الحاجات اللي في حياتي اكيد ولادي مثلا يكونوا اعز عشان الناس تفهم يعني الزمالك حاجه من ضمن الحاجات لا الزمالك طبعا في الكوره هو او في الرياضه واعز حاجه عليا. لكن انا في المباراه المصري دي في حاجه واضحه جدا اكتر من موضوع الخط انا في اللي انا في رايي ممكن تكون اللعيبه اللي اتحرك اللعيبه اللي دخلت طبعا. والناس بتتكلم على لا دي ما بتتحسبش في كله لا ما تحسبهاش كله دي قصتك انت. لائحه بتقول كده انت بالظبط عندك قانون بيقول كده وعندك اصلا انت في النهايه فار فايق ومركز بقى ان كل حاجه خلاص يبقى مركز في كل حاجه وعندي حاجات افضح من كده وانا كنت كتبت تقرير وبالمناسبه برضو انا لما بكتب تقرير براعي ضمير المهني قدر الامكان وانا ازعم ده يعني كتبت ساعتها عن حالات كتيره انه اولا اللقطه بتاعت كابتن امين عمر وهو مش مقتنع وكره نفس القصه يعني انت تضررت هنا وتضررت هنا انا تضررت هنا بالحق لو انت شايف انه حق ان هو الكره جزء من الكره كان على الخط وبالتالي تحتسب على الخط في مباراه المصري هناك لاعب اتحرك كان في كوره في مباراه المقاولين اللي كابتن امين عمر اللي كان زعلانين قوي ان هو صوته ظهر وهو يكشف عوار بعض الحاجات في لجنه التحكيم ومثل هذه الامور انه ساعتها انا مش مقتنع ان جزء من الكوره معدي خط ركله منطقه الجزاء كانت في مباراه المقاولين مباراه شهيره جدا في بدايات في بدايات الموسم ولا ما حسبش ضربه الجزاء رغم انه كان قال بعد كده طلع قال ان هو انا ما كنتش مقتنع هاند بول لا انت طلبت زاويه اخرى عشان انت اقتنعت انها هاند بول وبعد كده دلوقتي رجعت انكرت ففي مواقف كتير الزمالك بيتعرض لها واتكلمت عن كذا مره في رسم الخط مباراه ما بين المصري وطلائع الجيش خط كارثي اتعمل في هدف سجله ميدو جابر وقبل كده انا برضو كان في مباراه من المباريات كان ساعتها اللي هو كان الاهلي ومقاولين على ما اذكر وبرضو كان في كلام على ان هو رسم الخط ما كانش مظبوط وانا قلت وطلعت قلت عشان بس الناس تبقى فاهمه ان احنا بنسعى للحق مش بنسعى ان احنا ناخد غير حقنا ونبقى جامدين هو نفس الراجل اللي اتحرك وزيزو لسه ما شاطش هو نفسه اللي شتت الكوره فبالتالي لازم تعاد أسوأ. أي دي يعني حتى لو احنا انت انا قلت كنا بنتكلم على جرى لو مش بنتكلم على جرى العرف فاحنا هنقول مثلا جرى العرف انه لم انه مش كل كوره هتتعاد رغم ان ده غلط وعارفه رايي احنا المفترض لو الاتحاد الدولي بيفهم شويه عشان المصيبه دي بتحصل حتى بره يلغي استمراريه ما بعد ركله الجزاء يعني كره بعد كده انا في رايي عشان ما نخش في القصه دي خالص الكره اتصدت ما فيش تكمله ليها بنتحس ما نفكرش بقى الحكم عنده مليون عين يقعد يبص مين دخل ومين دخلش وهنا المسطره ما تبقاش ماشيه بشكل واحد فالمسطره مش موجوده هديك مثال بسيط ومن العاب الصالات وكانت نيارة الاحمر انا كنت سعيد جدا بيها في مره استضافت احد مسؤولي اتحاد السله هنا وحاصرته يعني وبشد كان ساعتها مش متذكر اسمه وقت العقوبه اللي اتعملت على مودي في مباراه اهل الزمالك وكان ساعتها هو مودي وقع في خطا ان هو مودي ياسر وتلفظ بالفاظ مش مقبوله والناحيه الثانيه لاعب النادي الاهلي على ما اذكر كان زهران مش فاكر بالظبط اسمه ايه زهران عمل نفس القصه واذا بحكمه ساره جمال اعتقد اسمها ساره جمال تشهد او ما سمعت الشتيمه بتاعت لاعب الاهلي سمعت شتيمه لاعب الزمالك فاذا لاعب الزمالك يوقف وتم عمل تكنيكال فاول عليه
وبعد كده اثناء التحقيق قالت ان هو لاعب الاهلي شتم برضه. وانت لو تفكر اللقاء ده ولا مش فاكره حالات كتيره؟ فاكره انه ليه ما قالتش وقتها المسطره مش مظبوط. ايوه ساعتها هل الحكمه دي اتعاقبت مثلا؟ هل تم ده دي جريمه ان حكمه تبقى اسف كلمه تبقى توصل مش حاول شاهد زور يعني بس ساكت عن الحق ساكت عن الحق. ففي احنا بصي احنا عايشين في القصه دي بقالنا كتير جدا سنين طويله ساعه ما اتولدت. بقول لك انا ترعرعت على الموضوع. انا عايز اسالك سؤال بما انك راجل متابع للدوريات العالميه والاوروبيه وما شابه، يعني دلوقتي ليه احنا بس اللي لما بنطلع نلعب ماتش افريقي لازم اقعد اسبوع قبله واسبوع بعده ونقعد في الفيلم ده؟ طب ما الدوريات بره، الدوريات الاسبانيه والفرنسيه وايه تاني كتير يعني والدوري الانجليزي وكل الدوريات، الدوريات دي طب ما الناس بيطلعوا بيلعبوا عدد بطولات اكتر مننا بكتير جدا جدا جدا، ما بين بطولات قاريه وبطولات دوليه وبطولات وبطولاتهم المحليه، ومع ذلك الناس دي بترجع من بينزلوا الجدول ده، منزلين الجداول من كام يوم للدوري كله ان شاء الله الى نهايته. احنا عندنا ايه ده احنا فرحانين ان ننزل لنا الجولات المتبقيه. طب ليه هقول لك الفارق. اولا هيقول لك الفارق ان اوروبا قاره اصغر وبالتالي مسافات اصغر، ده الفرق المعلن. بس في فرق كبير وجوهري، وانا بنزل الجدول وهم بينزلوا الجدول بيحط سلوتس كده او اماكن معينه لتسكين المؤجلات عشان نعرف ان لو اتاجل ماتش السلوت الجاي ده المكان المناسب هيتحط فيه الماتش بدون الرجوع لترتيب وتغيير الترتيب. ولا انتوا بتصرفوا فلوس ليه يا جماعه لو انتوا بتروحوا فنادق وتعملوا قرعه وحفل القرعه وفي الاخر تقعدوا تغيروا فيها؟ ده والله حتى صرف على الفاضي يعني. فلو انا بعمل القرعه لازم احترم القرعه، حتى احترمها لما اجل، لما اجل في ظرف قهري او حتى اجلت حاجه. طب هل ليه التاجيلات؟ عشان يقول لك زي ما قلت لك موضوع افريقيا والمسافات فيها اكبر. بس في حاجه واضحه انه احيانا في انديه في اوروبا بتخرج من اوروبا او ما تتاهلش اوروبا بينما انديه اخرى، عشان دايما يقول لك اذا انت ما بتلعبش في افريقيا بينما غيرك بيلعب في افريقيا فهو مضطر ان يتاجل له ماتشات. حتى وانت بتاجل له ما ينفعش ترتبها له. تاني حاجه ان في انديه فعلا بتستفيد في اوروبا من فكره انها ما بتشاركش افريقيا، يعني لو حتى ده عيبه يعني انديه كتير استفادت. الانتر استفاد وفاز بالدوري، تشيلسي استفاد مع كونتي وفاز بالدوري لما كانش بيشارك في افريقيا في أوروبا. وده كان طبيعي، ده طبيعي ان الفريق، عشان كده ده بيبرز جلل وقيمه النادي لما بيفوز مثلا بثلاثيه او يفوز بالدوري ودوري الابطال. طيب عشان هو بيشارك في كله. صحيح، عشان وقتنا وانا قربت خلاص احنا بننهي يعني، بس انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا يا احمد. اللي الزمالك عمله هيساعد في تغيير في الفترة اللي جاية سواء في المنظومة سواء في الأداء سواء في حاجات كتيرة جدا، ممكن مش الزمالك بس، ناس كتيرة جدا بتتأذي منها، فرق كتيرة يعني جدا يعني يبقى عملنا خير في الناس. أتمنى أتمنى أتمنى. هو زي ما قلت لك أنا خلاف على تفاصيل موقف إمتى، موقف مثلا وارد إن إحنا زملكاوية نختلف على توقيت طلوع البيان وجهة نظرك ولا لا مختلفين ممكن، لكن في النهاية هو للصالح العام. أنت حتى لو كنادي عندك مشاكل مفترض تقف مع الزمالك دلوقتي، حتى لو انت شايف ان الزمالك عمل لمصلحتي، يا سيدي اعمل لمصلحتك برضه، لو انت شايف ده في صوب مصلحتك المفروض تقف. لا هو انا لما اعترض على التحكيم المصري وعلى طريقه المؤجلات وعلى طريقه الجدول، هو انا كده بعمل للزمالك بس؟ ده انا بعمل للصالح العام يعني. لو حتى الزمالك يعني كان انت شايف ان هو خد الموقف ده عشان مصلحته بس مثلا، انت عندك فرق. مش احنا شغالين مبدا المصلحه؟ ما هو احيانا بتبقى مبدا الصالح العام وتكافؤ الفرص ومصالح الكره المصريه، واحيانا يقول لك انت كل واحد مع نفسه. تمام، بيراميدز انت كان عندك فرصه وانت كنادي عندك فزت ب 12 مباراه متتاليه وما شاء الله ماشيين ممتازين جدا وبيقدموا موسم هايل ومستواك كويس. انت من مصلحتك ان مؤجلتك مع الاهلي تتلعب، وزمان محمد خليفه كشف كده عن المعلومه ان عمر مباراه الاهلي وبيراميدز في الدور الاول اتلعبت في مواعيدها في التاريخ من ساعه شراء النادي وتحويل النادي بيراميدز. فانت كان عندك فرصه انك تطالب بتاجيله تقف مع في صف الزمالك، بس اعتقد ان بيراميدز مش عايز مشاكل يعني عايز يكمل في هدوء. ومين قال لك؟ نتمنى ان هو ياخد موقف لان هو من مصلحته يعني. مش كل المواقف معلنه ومش كل ودي كلمه انا بالنسبه لي دايما مقتنعه بيها، ان مش كل المواقف معلنه ومش كل ما يدور في الاوض المغلقه معلن. اتمنى ده يكون نيره في يكون مع مجلس اداره نادي الزمالك عشان خاطر في لو انا كان عندي خلاف مثلا في بعض المواقف او التفاصيل زي مثلا مباراه سيراميكا القادمه في ناس ولكن في الاخر كلنا مجتمعين ان الزمالك واقف لحقه بقوه. فعشان كده انا اتمنى بس يكون دايما الخطوه اللي جايه محسوبه
والغرف المغلقه دي بقى الحسبه اللي انا مش هقدر اتدخل فيها، لكن اتمنى دايما يكون الموقف محسوب دايما عشان خاطر لصالح نادي الزمالك والكره المصريه. ان شاء الله. احمد شرفتني ونورتني، كنت سعيده جدا بتواجدك معايا النهارده ونورت قناتك وبيتك. ربنا يخليك يا نيره، ميرسي. ده انا اتشرف معاكي وقناه الزمالك طبعا، وان شاء الله باذن الله القادم يبقى افضل للكره المصريه ونادي الزمالك يعني. باذن الله. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصالات، كل الدعم والتوفيق لكل ما هو زملكاوي بالتأكيد. أشوف حضراتكم وحلقة جديدة من ملوك الصالات. سلام عليكم.